في قضية الحقيقة شدت انتباهنا جميعا الأسبوع الماضي من يتابع شأن القبطي، وهي كنيسة رشيد، كنيسة العذراء برشيد. كنيسة رشيد الحقيقة برغم كان أحد القضاة، يعني كان اتكلم قبل كده إن هو يرفض هدم أي كنيسة أو استبدالها، ولكن للأسف يعني بالتحديد المستشار محمد حفاج، واحنا كنا اشرنا لذلك في احد الحلقات السابقه، انه هو اصدر قرار حكم محكمه دستوريه بعدم هدم او استبدال اي كنائس لانها دو عباده ولها احترامها. لكن في 2012 اعتقد تم هدم كنيسه رشيد، ثم كاهن الكنيسه وشعب الكنيسه ومحامي الكنيسه قاموا برفع قضيه لاعاده بنائها، ولكن تأجيلات ومماطلات لحد الأسبوع اللي فات. في أحد الجلسات القاضي بيقول أنا مش لاقي أوراق القضية، اختفت أوراق القضية. عايزين نطلع أكتر على تفاصيل هذه الأزمة، أزمة كنيسة السيدة العذراء برشيد، وهي على لسان كاهن الكنيسة القمص لقى أسعد كاهن كنيسة السيدة العذراء بمنطقة رشيد. مساء الخير ونقابل أيادي قدس أبونا لقى. أبونا لؤى، أيوه نقبل أيادي يا قدس أبونا. أهلا بك، أهلا. أهلا بقدسك. كنا حابين نفتح مع قدسك أزمة ملف كنيسة رشيد والرد الصاعق اللي صدر من القاضي في الجلسة الأخيرة لما قال إنه مش لاقي ورق القضية نفسه. تفضل يا قدس أبونا. معلش، وطبعا الملف احنا رحنا عليه كم مرة في المكان عشان نصوره او نطلع عليه، فقالوا لنا الملف مش موجود. فاحنا جايين من اخر الدنيا عشان نصور الملف، فقالوا يعني في الجلسة ان شاء الله هتيجي وتلاقوا الملف. طب الملف فين؟ قالوا مع رئيس المحكمة. خدوا معاه من يوم 21/5. فطبعا قررنا الموضوع ده مع يعني محامين غيره كتير، فلقينا برضو نفس الموضوع لان الملف مش موجود. لغايه يوم الجلسه حضروا لنا جلسه، فالجلسه ديت رحنا عشان نحضر، بيسجل الحضور، سجلنا الحضور. وبعد كده طبعا جينا ساعه الملاذات بتاع الجلسه على الروس 55، وجدنا ان قال يعني هنناقش بعد الجلسه في رأس الدوله. فطبعا يعني الاستاذ مشاوي الفهمي قال له طب ليه يا رئيس، احنا عاوزين في الجلسه الاعلانيه ليه في غرف الدوله؟ فطبعا هو اصر قال له انا مش ماشي منين غير لما اخلص كل القضايا. فطبعا استنينا لغايه لما دخلنا ورقه المداوله، فدخلنا لقيناه بيدور على القضيه مش لاقيها. فقال يعني القضيه مش موجود، طب فين؟ فقال مش موجود، لكن هي ممكن تكون مدفوسه هنا ولا مدفوسه هنا. يعني طبعا المحامين وقفوا طلبوا بحقهم القانوني، لان احنا جايين من مشوار طويل وعشان نحضر الجلسة وعشان نشوف القضية بتاعتنا والاستدلال اللي فيها. فبعد كده طبعا هو يعني قال طب خليها، مدينا ميعاد يعني 2/9. فطبعا 2/9 يعني كان وقت قليل جدا، فرحنا يوم 2/9 فعلا لقينا الملف. فحاولنا ان احنا نسأل عن الملف كان فين؟ قال ما تسألش الملف كان فين؟ أو ما تسألوش ملف كان فين؟ إحنا هننظر القضية. طب يعني إحنا رئيس في مستندات وفي يعني حوافز كتير وفي حاجات كتيرة، عاوزين نطمن إن الحاجات ديت موجودة في الملف. قال إحنا هنناقش القضية وبعد كده يعني يوم 2/9 هنلاقي الملف ان شاء الله. فقالوا طب هيبقى جلسه يعني ولا تبقى ايه؟ قال ان شاء الله هتبقى جلسه. فعلا رحنا 2/9 فوجدنا
الملف، وطبعا لما طلبنا نحن نطلع على الملف على كل المستندات اللي فيه، فأجل القضية ل 11/11. 11/11 اللي جاي. يعني إن شاء الله 11/11 هيكون ميعاد مناقشة القضية. طبعا لكن لو حبيت حضرتك معايا الزميل شغال جابر محامي، لو حبيت حضرتك. اه طبعا هو انا هتكلم معاه، بس الحقيقه يعني ليه سؤال عند قدسك. والحقيقه انا تابعت قدسك يا ابونا لقى مدى الشجاعه ومدى الثبات على حفظ حق ربنا في الكنيسه ديت، الكنيسه الاثريه اللي في مدينه رشيد بالاسكندريه. والحقيقه دوت يعني يدفعني لسؤال قدسك، ولو رجعنا ورا شويه لسنه 2012، ايه اسباب هدم الكنيسه في هذا التوقيت؟ واحنا انت مع قدسك بنعرض بعض الصور والفيديوهات بعد هدم الكنيسه، ايه اسباب هدم الكنيسه؟ وهل هناك في شبهه لاشخاص معينين وراء اختفاء او ملف اوراق القضيه؟ وطبعا لو رجعنا لسنه 2012، وطبعا كان الهدم هو حاول مرات كتير، مش كان 2012 بس، كان حاول مرات كتير، لكن انتهت فرصه يعني حب الاخوان بيشوف الاجازات، هو طبعا كان فترة الإخوان، وبنشوف الأجازات الجهات الحكومية الرسمية فيها، وبيبدأ إن هو يعمل حاجة، يعني هو واخدها كده إيه تسلية، كل شوية يعمل حاجة. هو حتى يعني قعد فترة طويلة يمكن أسابيع وهو قاعد جوه يشتغل كل يوم حاجة، يعني يخبط في السقف شوية، يشيل عمود من جوه شويه، يعمل حاجات ديت لحد ما جاب الكنيسه الارض. نعم، لحد ما جاب الكنيسه الارض، يعني هد الكنيسه. لا 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 لا، الكنيسه ما جاتش الارض، الكنيسه موجوده. لا، ما في اجزاء من المباني المحيطه ليها مهدومه. لا، دي يعني هو حب يطمس المعالم بتاعه المباني. أيوة. اللي هي الهياكل اللي في المذابح، فهو ديت يعني العقده النفسيه ان الهياكل ديت هي اللي بتثبت ان الكنيسه. طب انا هشل، طبعا شال المناره وبدا ان هو يعني يشيل المذابح على اساس هي ديت الايه المستند اللي بتثبت اثريه الكنيسه. معلش يا ابونا، هي كنيسه من يعني ترجع للقرن الكام او تحديدا؟ يعني هل هي بقى لها بالتحديد 200 سنه ولا الكنيسه طبعا مكتوب عليها اتجددت سنه 1817. يعني اتجددت من 200 سنه، لكن هي اقدم من كده. هي اقدم من كده طبعا، هي عمر كبير. دوله ايه مش عارفه تحافظ على اثارها ديت وسايباها لبعض البلطجيه والمستثمرين اللي بيحاولوا يطمسوا هويتها علشان يبنوا مكنها عمارات ولا يغيروا هويتها. الحقيقه انا مستغرب يا ابونا من هذا، يعني حتى الدوله نفسها اللي هي مستامنه على الاوراق القضيه بتخفي اوراق القضيه لصالح مين؟ طيب لصالح مين؟ لا هو لا مش بتخفي، لكن هو في ايادي خفيه بتشتغل، طبعا مش كله، لكن في ايادي خفيه بتشتغل احنا ما نعرفهاش، وممكن يكون الباقيين ما يعرفوهاش. فهي حاجات يعني بنصادف بيها في حاجات كتيره، في اوضاع كتير. لكن طبعا الوضع ده مش للكل، مش عموم للكل، ويعني في ناس مخلصين جدا زي المستشار عبد الفتاح اللي اصدر الحكم. طبعا طبعا الحكم الجميل بشان عدم جواز بيع او شراء او هدم الكنائس ورفض اي اعمال ماليه او تجاريه حول مباني كنسيه. لا طبعا، ليه هو ارسى عده مبادئ كثيره جدا، يمكن مش راح اتكلم عنها. فطبعا المبادئ ديت مش خاصه بالكنيسه ديت بس، لكن هي مبادئ عامه لكل الكنائس، لان احنا كنا بنخاف اصلا ان هو كان مصر ان يحصل على حكم محكمه بجواز بيع وشراء الكنائس. هو ده اللي كان بيسعى عليه بكل قوته، وبيستخدم كل اللي يقدروا يساعدوه في ان هو يحصل على هذا الحكم. لكن طبعا جه في الوقت اللي ربنا يعني
صحح فيه الموقف بالحكم الجريء، الحكم الوطني اللي هو يمكن الحكم الوحيد على مستوى الكره الارضيه كلها، يعني مش ما تحكمش بحكم زي كده في اي دوله من مظبوط الدول. مظبوط مظبوط يا حكم جريء وقوي ووطني وفدى مصر كلها، فدى مصر كلها من احداث او من مشاكل. ما هو يا بونا بس احنا عايزين الاحكام اللي بتصدر تنفذ، يعني التشريعات حلوه، ما احنا عندنا قانون الدستور المصري بيحفظ حريه العقيده والاعتقاد والعباده، لكن على ارض الواقع في جاب، في يعني نتمنى القانون او التشريعات اللي بتطلع تنفذ على ارض الواقع، ما تبقاش حبر على ورق. طيب تسمح لي اتناول مع المستشار منشاوي غانم جابر، محامي وعضو هيئه الدفاع في الكنيسه، بعض الاسئله. مع حضرتك. شكرا مع يا بونا. شكرا يا ابويا. الو، مساء الخير يا استاذ منشاوي. مساء الفل. الله يخليك يا فندم، ربنا يبارك في حضرتك. اولا احنا بنثني جدا على عمل حضرتك يعني الشجاع في المثابره على حفظ حق كنيسه رشيد، اصاد يعني اشاوس. راجل فندم، ده واجبي وحضرتك. انا مؤمن بالقضيه منذ بداياتها، وحضرتك يعني القضيه قضيه حق، ويعني حضرتك النهارده يعني القضيه حضرتك لو تناولناها من المنظور الخاص بالحكم، يعني هو اساسا في يعني زي قاعده كده او مقوله تقول انه لا يجوز ان انا اعلق على الاحكام، لان ان انا معلق على حكم اما ان انا هقدحه او ان انا هامدحه، فهو حضرتك فلا يجوز هذا ولا يجوز ذلك. ولكن هو بالفعل الحكم حضرتك له دلالات قويه وتستخلص منها دلالات قويه أكبر من الحكم ذاته، أكبر من حسياته. حضرتك هذا الحكم أرسى مبدأ احترام دور العبادة وتقديسها وجلالها، ده المبدأ اللي أرساه أول. ما أنا 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 على فكرة متفق جدا في الحكم ده، وإحنا تناولناه من حلقات سابقة، لكن أنا اللي يهمني النهاردة يا أستاذ منشاوي عشان وقتنا موضوع قضية رشيد. حضرتك اتفاجئت من أمين السر المحكمة الإدارية العليا بعدم حوزته على اوراق القضيه، ولما حضرتك طلبتها رسميا قالوا لك اللي هتتعرض عليك في الجلسه مع القاضي، فالقاضي نفسه قال له ما فيش اوراق القضيه قدامي. فانا عايز افهم موقفك كقانوني، يعني موقفك انت كمستشار قانوني، لو اتقال لك في الجلسه بتاعت 11 ان الاوراق القضيه خفت، ايه موقفك انتوا بعد ساعتها؟ هو ده اللي حدث يا فندم، لان حضرتك هذا طعن منصور امام المحكمه الاداريه العليا كان بجلسه 21/5. نعم. لم نكن حاضرين بتلك الجلسه، ولم نكن على درايه بتحديد هذا الموعد، ولكن ما حدث ان القاضي كانت امامه القضيه، وحضرتك اجل القضيه ليوم 29/8 للاعلان بورود التقرير. معنى ذلك ان القاضي امامه تقرير. الامر حضرتك اللي يثار الانتباه ان التقرير هيئه مفقود الدوله في هذا الطعن كتب وسطر وانتهى الامر فيه من يوم شهر مارس 2019. اذا الامر لم يكن بحاجه الى ان تخرج ان يخرج هذا الطعن من المحكمه، حيث ان تاريخ الموجود في الطعن هو مارس 2019. والقضيه من الطعن منظور يوم في شهر مايو 2019. النهارده حضرتك لما مثلنا امام المحكمه قبل ان نمسك، عندما نما الى علمنا هذا الامر، حضرتك توجهنا الى المحكمه كالمدى الطبيعي للامور، كان يصور او كان نطلع على هذا التقرير. لم نجده اكثر من مره، وعندما تحققنا من الامر من امين السر الاستاذ خالد قال هذه القضيه موجوده مع رئيس المحكمه. طب يا سيدي القضيه ليست محجوزه للحكم، هذه هذا الطعن مؤجل للاعلام برضه ذلك. قال لا، القضيه موجوده مع رئيس المحكمه. فلم نجادله بعد اكثر من ذلك مراحل، يعني انا وغيري من الزملاء اللي موجودين معي في هيئه الدفاع توجهوا، ومنهم الاستاذ شاكر وديع ايضا توجه، وهذا السكرتير قرر بذلك. فعندما مثلنا امام المحكمه يوم 29/8 والقاضي قبل نظر الطعن طلب تحديد من الحاضرين في هذه الجلسه من الرول الموجود كي يقوم بانتقاء القضايا للحاضرين. حضرتك انا موجود من 8:30، قمت لحضرتك بوضع اشاره انني موجود في رول 55. فمن الطبيعي ان هو القضيه لو غير موجوده أن القاضي ينبهني أن هذا الرول غير موجود.
فوجدت أن القاضي ينظر رول 54 ثم تخطاني وقفز إلى رول 58. فأنا فقمت بالتوجه للقاضي وقلت أنا حضر رول 55، أين رول 55؟ فالقاضي قال لي هذا الطعن سننظره في المداولة. إذا القاضي كان على علم أن الملف غير موجود. فعندما دخلت إليه المداولة هو لم يستدعيني، ولكن أنا حضرتك أنا وزملائي وجدنا أن الأمر الأول بيفوت والطعن غير موجود، وما أثار القلق أن لا يوجد حتى محضر جلد كي يسطروا فيه حضورنا، يعني ليس حتى هناك محضر جلد. تمام. لا توجد ورقة من هذا الطعن في المحكمة. ده يثير اهتمام، ده يثير شكوك قريبة. طيب أستاذ منشاوي، عشان بس للأسف وقتنا، أنا هتابع مع حضرتك يوم 11/11 في الجلسة اللي قادمة آخر المستحدثات بخصوص هذه القضية، وهل تم العثور على الأوراق وأين كانت، وإذا لم يتم العثور عليها ما هو موقفكم القانوني في حالة إهدار أو إخفاء أوراق قضية رشيد، أو بمعنى أصح إهدار حق الكنيسة، كنيسة رشيد الأثرية. أستاذ أشاوس بيحاول إن هما يطمسوا هويتها علشان يعملوا تجارة ولا يعملوا مشاريع ولا يعملوا أي، يعني ما اعرفش، احنا في بلد العالم كله بيحترم الاثار واحنا في بلد بتهدم الاثار عشان تبني. ما احنا كان عندنا نفس الازمه ديت في 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 في, في العين السخنه، وكان في دير هناك وطمسوا هويته تبع دير الانبابولا، وبرضه ما عرفناش حقنا. عموما احنا هنتابع مع حضرتك يا استاذ منشاوي مع ابونا لقى يوم 11/11 بالتحديد، التاريخ ده انا هفضل حافظه كمان شهرين علشان نشوف بس استدراك الامر. ووجد ملف القضيه 29، يجب ان اتخطى ذلك الى الو. طيب عموما احنا ان شاء الله هنتابع مع حضرتك يا استاذ منشاوي يوم 11/11 الجلسه القادمه، وهل تم العثور على اوراق قضيه رشيد ولا تم طمسها لاخفاء او لاهدار حق الاقباط في كنيسه رشيد الاثريه يا دوله.